بخير عليكم، كي صلحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وما يخصكم خير والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، لان الكحه باقا شاده فيا. شوف الجو كي داير، المهم مزيون ما كاين لا شتا لا والو، حتى غير ما تكون شتا كنقول راه زوين. المهم عرفتوا لكم واحد الحاجه، شحال زوين الواحد ينوض من نهار شوي يلقى هذا سميتو هكا قدامه. و جاني من عند الصديقه ديالي، راني حليته ورجعت لي من تسداته. المهم نوريه لكم، المهم هذا جا من هذا طوب فرانت يعني ديال طوي، صيفطاتو لي صاحبتي او جاو لي فياوت هادي. والله ثانكيو اشخات اخت هي لي فياوت، شكرا والله، عطني تخوا اوفيس هادي. شكرا بزاف والله تكرشو. المهم صيفطاتو الصديقه ديالتي ملي مريضه هي مسير قالت لي واش نجي عندك، قلت ليها بلاش، لا واحد كتخافي ثاني عاوتاني واخا كورونا ما بقاتش فيا وهاديك، نقولها لا كلام لان ماشي حتى نبغي ان شاء الله هذيك الساعه في النهار تبعوكم. والله كنت هي اللي فياو، ثانك يو اشخات والله. المهم مسكينه فرحتني على الصباح والله، شي واحد كيتفكرك بحالك ودا هي صيفط لك شي حاجه ولا يعني شي حاجه زوينه بزاف. ايوا هذا هو البنات، المهم خليكم معايا غادي ان شاء الله غادي نخرج انا وسلمى وريدة بنتي، غادي نديكم واحد البلاصه عمري ما مشيت لها. السلام عليكم، انا جات لكم كيما قلت لكم اليوم انا وسلمى وبنتي ماشيين لواحد البلاصه، المهم عمري ما مشيت ليها، ماشي عمري ما مشيت ليها، عمري ما مشيت نصور تما. مشيو اليوم نجيبو الحليب من عند الفلاحة، هذا هو. المهم خليكم معايا غتشوفو كيفاش كيفاش كيجيبو داكشي من تما، كيفاش يعني الفلاحة ديال هولندا. المهم أنا يلاه سمعت دابا قالت كيبيعو حتى البطاطا والبصلة وداكشي، هذا داكشي زويون داكشي الفلاحة. المهم هنا أنا عمري ما جيت، ولكن كنا كنمشيو لواحد البلاصة أخرى سميتها ناكيرك، كنا كنمشيو حنا نبدا في الميرا كاين واحد، ولكن هذا شويه هذا فلاح كبير بزاف نمشيو هنايا. المهم خليكم معنا سلمى هي تسالي. هيلو خودا ميداغ ايدرين، ات شنو كوارت اوفر 2 ان نو ريلا نيك ساين سام مت فاطمة اونderweg ja. ان نو وي غان فاندااغ ان بيتشه اوف ناتورليكه مانير دي بو فركنن ايجليك، دوس دان نيم ويلي غراغ مي مشينا ورجعنا. باقي كنقلب هذيك الجهه فين غادي ندوزو، كان الطريق مسدوده ما بقينا منين ندوزو، وراتنا تي واحد السيده اخرى الطريق وتصور صوره ديك سلماني شفت ولكن زعما بحال بحال فلاح يا ربي. او يا خويا راه تدي زهنا راه ممنوع والله العظيم، تلقى اجنبي عارف بلي راه ياخذ راسو ما يحشمش. فينكم يا الفلاحه؟ فينكم؟ وصلنا حتى لعند الفلاحه ولكن ماشي هذوك اللي بغينا حنايا. خصنا منين نجيبو الحليب؟ ما عندناش الغرض ناخذ بطاطا ولا سميتها. الاخرين خذوا؟ يا سلام، واي واي. باي باي باي. شنو نديرو دابا؟ واو. هذا. شنو هذيك كيما هذيك الشيء واحد. باوني تاع ديك ليلي وين كون خان؟ فين هذه البالكي هاني؟ اه هذاك الحانوت ديال الحوايج مزيون. ولكن فين هذه البالكي؟ هذا هو المشكل، شوف كل شيء عامر. كلوبت يا مارك. لم ما فهمتش انا هذا الزمر هنايا. كاك سو خاي ريخدور انا موتش اوب دروتون وموتش نار لينكس. اوه خرافة. يا اك كسنا براسي. سي خاي ريخدور مباريش روتون دروتون. يا هي دروتون خاي بير لينكس. خاي يا. يا فين كاع كنت باش منين جينا رجعوا عاوتاني. يا برجيس اوكي نمشيو. اي اي شنو طاح التليفون واش خطا؟ شوف سميتو هنايا عاوتاني، هادشي ما تنساش يا سلمى تنسى جي اخرى. يا خويا جينا من هنايا نقدر في الاتجاه اخر. والله ما نعرف التليفون باكا
كيجي الطوبيس هنايا شو؟ فان الله رايت هير. فينا جي ها ندوز. باينة ايندلوك. باينة. يا باينة باينة، ايبك ما خدوك لي ساخة. بخينا خانة راية، ايش فينا دان. ياست. الاول نقاوة دان ندريز، بخينا بخيني عاش نيشا، مهم قربنا. يا عايز اخدني نوخ ايضا موجزة ورخت. افاست كنت. شو دي بالعند. اتش باينة. جيب سميتو ديالي وجيب هاد الصغيورين هادو اللي دايره. المهم غادي نشوفو نخدمو ريا تبارك الله كي دايره. راه تقريبا شي ساعه وحنا كنقلبو. عاد وصلنا. المهم جاي ناخدو البطاطا وناخدو البصله، وخا مازال يلاه جات الباح البطاطا، ولكن قالك اسيدي عندو هاد البطاطا هنا زوينه. المهم غادي ناخد شوفو انتما كي دايره. ها هي فيها وقيلا 10 كيلو، وها البصله عاوتاني، وكاينه حتى الخنشر كبيره كاع. ها هي سلمى فوي مودرنا داريو يا نخافوها هالا. اوكي بس واحد البصله شو ايش ايش خرمت شوف لي اليوم ديال فريت. هي الماكله ديالنا فريت. مهم. إذا بغيت دايس ايش؟ بغيت ما غير ما شمك لك. يا اوكي ها انا نهز البصلة. هاي فكاي كنشوف البصلة اللي ما تكونش مضروبة واللي ما تكونش دايرة. ها هي. البطاطا والبصلة، الخنشة ديال البطاطا فيها واقيلا 10 كيلو ولا فيها 15 كيلو والله ما عرفت. شو سلمى. بسبعير وخمسين. شتيك راج دابا اللي كان واقف هنايا خلص لها 57. لا لا دي خليني ندير كفر معاك. لا 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 ديرو في الكفر، في الكفر بحال الكفر رايده. وعندها حتى البيض البلدي وخا البارح جبتو من داك الحانوت اللي قلت لكم. اوكي انا قلت لكم داك الحانوت اللي قلت لكم. انا صورت فيديو ديال البارح ديال البيض وما وباقي ما حطيتوش. كنقول لكم اللي قلت لكم. المهم بحراني جات البيض من واحد الحانوت مره في السيمانه كيعملوا باكيه فيها 30 ولا 50. المهم هذا هو سنتر كاس سيكانة كبيرة للشي متوش عندك داك مش راح تقولوا أرخيص بلو غادي تقولوا قيلة ديس تمشو قلت لك هذا ملي كيولدوا البقر كيبقى داك الحليب الأول تاع البقر. المهم راه كي راه كيما عملت كديرو 60 ساتليتر ياك؟ 2 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 شحال عمرك تسمى ستيترو؟ درجة القط. سمعتي الدجاج كيف كيدير؟ عربية نيشان ماشي زعما. نوخ علينا عين شيفان الليتر لان لاك لا انت فيك بفايس فانتيما لكن ما تصير. اوكي. المهم. يا.
المهم البنات حنا سالينا كما اللي كنصنعوا المغرب باش تحسب لي معانا. انا خديت خنشه ديال الخضره 10 كيلو والبصله والبيض. هذا البيض بلديني شان 100% ولكن صغير ورين. ها شوف كريري المهم. والحليب خديت 29 لتر انا صحابي 30 لتر 29 لتر. وسلمى خدات واحد الخنشه ديال البطاطا صافي هادشي اللي بغات. وهذا هو دابا نمشي نتحاس معاه شويه غادي نرجع. انا البنات انا رجعت لكم. مشينا جنا الحليب المهم تسالينا شويه شفنا ديك البلاصه فين مشينا. المهم انا عمري ما دخلت في داك سميتو في داك الدروبه نتاعهم وداك سميتو. المهم هي مدينه قديمه بالحق زوينه في فيها ما يتشاف زعما مزيونه. وهذا هو. نتمنى ان شاء الله كما كتعرفوا دائما ديما كنقولها ولكن كان عليا نقولها في البدايه ديال الفيديو القناه ديالي كلشي الارباح ديالها كتمشي في سبيل الله كنديروا بها القفه في المغرب غير الماكله. ملي غتكبر ان شاء الله القناه تبقى تدخل بزاف ان شاء الله ان شاء الله نقدو ندير بها حوايج اخرين نعاونوا بها في الحوايج الاخرين. انا بزاف ديال الناس كيدخلوا عندي كيبغيو الدواء كيبغيو هذا كيبغيو داكشي. انا هادشي دابا المدخول ديال القناه كيمشي كله غير الماكله هذا ماكله. انا ما كاينش شي مدخول كبير اللي تقولوا او كتسمعوا لي انا كتشوف كلشي على عينيكم. ما كاينش كندخلش الملايين في الشهر باش المهم هذا مكان. المهم شكرا على المهم الوفاء ديالكم للقناه ديالي. نتمنى ان شاء الله يكون حتى الفلوق ديال اليوم يعجبكم. بقى شويه مريضه بالحق الحمد لله. كنت بديت قبيله كنعمل سميتو الفيديو باش غادي نكمل زعما باش غادي نسد. واتصلت بي واحد الصديقه ديالي خديجه من اسبانيا وخسرات لي سميتو ودابا كنكمل معها. كانت دابا كنستنى انا سلمى مشات تشري تشورو وكنستنى فيها هنايا. ايوا المهم هذا هو. نتمنى ان شاء الله يكون الفلوق ديالهم يكون عجبكم. شكرا لكم بزاف حتى المره الجايه والله يعاونكم.